اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. والله يا جماعه انا مش زعلان ولا حاجه، لكن لان الناس بعت لي بتقول لي يا اسلام انت زعلان. والله ما زعلان، مفيش زعل يا جماعه، ولكن صدقوني انا بقول لحضراتكم الحقيقه، بقول لحضراتكم الحقيقه من واقع ارض الملعب. انا شفت الكلام ده، انا اسف ان انا بقول هذه الكلمات، ولكن صدقوني مباراه الترجي القادمة واحدة من أصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي، خصوصا تحت ضغط الجماهير اللي أنا شفته. يعني النهاردة في مباراة الزمالك أعتقد أن النادي الأهلي هتبقى الأعداد هي هي وأكتر كمان، فبالتالي ضغط الجماهير ده يمثل حاجة كبيرة جدا 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 ليك وعليك، ليك وعليك. فصدقوني يا جماعة ماتش الترجي القادم ده أنا مش عايز الناس تقعد تتكلم أن إحنا الموضوع خلص وتعادلنا هناك 0-0 وهنقدر، لا الموضوع صعب صدقوني. انا اسف انا اسف، صدقوني الموضوع صعب جدا جدا جدا. خلينا نروح لاحد نجوم النادي الاهلي وكابتن من كباتن النادي الاهلي ومدير الكره في نادي زد النجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين. ازيك يا كابتننا؟ كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا. ألف ألف مبروك طبعا، عايزين نبارك لنادي الزمالك على فوزه بالبطولة الكونفدرالية في بداية كلامنا. آه طبعا مبروك نادي الزمالك، مبروك مجلس إدارته وجماهيره وجهازه الفني ولاعيبته، يعني فرحوا مصر كلها، وإن شاء الله عقبال النادي الأهلي بإذن الله، وإن شاء الله يبقى السوبر بين الأهلي والزمالك حاجة تبقى مشرفة جدا ونتسيد أفريقيا، وده بيصب في مصلحة منتخب مصر وفي مصلحة الكابتن حسام حسن، ويجي لنا بوركينا بقى ويجي لنا غينيا بيساو واحنا واخدين بطولتين افريقيا، وان شاء الله باذن الله يبقى ده في مصلحة منتخب مصر ان شاء الله. كابتن وليد انا هخش معاك في الموضوع، انا لسه كنت بتكلم في هذا الامر، ولكن يعني انا من الناس اللي شايف ان نتيجة 0-0 دي كأن الماتش ما اتلعبش، وبالتالي انت عندك نسبة المباراة القادمة يوم 25 الأهلي والترجي هي 50-50، رأي حضرتك إيه في هذا الأمر؟ 100% كلام مظبوط. هو في الآخر أنت بتبقى عديت بس بكذا مرحلة مهمة بصراحة في الكورة، لكن تبقى نسبة 50-50 لغاية لما الحكم يصفر وتتوج رسمي بالبطولة، لكن عدينا مرحلة مثلا الدفعة الجماهيرية، عدينا مرحلة ان انت مسافر بتلعب بره ملعبك، بتلعب يعني مش بكامل العداد بتاع جماهيرك، كل دي عوامل ان شاء الله باذن الله تكون في مصلحة النادي الاهلي. علشان كده انا بطلب من اللعيبة لازم يبقى في شراسة شديدة جدا 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 لغاية لما ربنا يكرمنا بالهدف الاول. طيب ايه اللي عجبك في الماتش امبارح وايه اللي انت شايف اللي نقدر نبني عليه للمباراه القادمه؟ اللي عجبني في مباراه امبارح حاجات كتير بصراحه. اولا شخصيه النادي الاهلي، أيوة. يعني تبقى شخصيه النادي الاهلي وانت في وسط الجماهير الشديده الحماس ولاعيبه متحمسه جدا وبتضغط ضغط عالي حتى لو بعشوائيه، لكن يبقى شخصيه النادي الاهلي مصطفى شوبير بيحطها لعبد المنعم بيحطها الرامي، في شخصيه للفريق، ما عندكش تاثر باي حاجه، بتلعب كره على الارض. دي عجبتني جدا جدا لدرجه ان فريق الترجي ناس كتير جدا جدا كانت شايفه ان هو مبسوط بالتعادل. ده هو الراجل نفسه تقريبا قال، مش ما قالش ان هو مبسوط، ولكن قال انا عارف ان انا كنت اقرب للتعادل وعارف انا هعمل ايه في القاهره. 100%. المدير الفني يعني اللي هو كاردوزو مدير فني للترجي، كاردوزو طبعا يعني. هو كان مهتم كابتن اسلام جدا بانه ما يجيش في جول، يعني هو تحس انه هدف من اهدافه انه ما يستقبلش هدف في تونس. صحيح. فدي حاجه بتبين قوه النادي الاهلي، بتبين قوه شخصيه النادي الاهلي. احنا المفروض ان احنا نستغل الكلام ده هنا تحديدا في اول نص ساعه، يكون في ضغط عالي جدا، يكون في طبعا مؤازره جماهيريه، ملعبك حقيقي. جماهيرك حته الضغط دي تبقى عالي جدا وتفضل شغال برتم عالي لغايه لما ربنا يكرمك بالهدف الاول، بعد كده تقدر تغير في الريتم بقى، تنزل بالريتم تعمل استحواذ، يعني يبقى متقسمه المباراه على كذا جزء. كابتن وليد امبارح شفت في تحليل البعض بعد المباراه، يعني البعض كان بيتكلم على ان وسط الملعب
في النادي الاهلي ما مسكش كره كتير. انا يعني انا بشوف ان وسط هذه الضغوط ووسط هذه الجماهيريه الكبيره لنادي الترجي والجمهور العظيم اللي كان موجود الحقيقه لنادي الترجي، اعتقد اللي حصل شكل جيد للنادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول. مليون في المية، لأن أنت في الآخر برضو الناس ما بتبقاش يعني أيوة حاسة بإحساس الملعب قوي. أنت يعني في وسط الضغوط دي في فريق عنده شراسة غير عادية، هم شباب صغير متحمسين، فالضغط العالي جدا ده أنت ممكن لو أي خطأ في نص الملعب هتروح عليك بهجم خطر، فهنا لازم تبقى أنت مأمن نفسك في الباص كويس قوي. بالعكس يعني مروان اشتغل كويس قوي، اكرم توفيق اشتغل كويس قوي، امام اشتغل كويس قوي، والنادي الاهلي كان ليه استحواذ في نص الملعب. كمان لما نزل قفشه كنت اتمنى طبعا ان التغييرات تبقى بدري شويه، يعني تحديدا تغييره قفشه ورضا سليم كانت هتدينا برضو قوه في نص الملعب، لكن الولاد كلهم اشتغلوا بشكل كويس جدا وبانت شخصيه النادي الاهلي. الوضع هنا هيبقى مختلف تماما. هنا هيبان شراسه النادي الاهلي كويس قوي في الناحيه الهجوميه. يعني الناس ما تحطش مباراه الذهاب كمقياس لمباراه العوده. لا، شكلنا هيبقى اقوى بكتير وهنروح لجمهور. ايه الفرق يا كابتن وليد؟ معلش. هم اللعيبه، يعني بغض النظر مش قصدي التشكيل، ولكن حتى لو التشكيل هو او لو اختلف شويه، في النهايه هي طريقه لعب النادي الاهلي. مليون في المية، بس انت في ملعبك وسط جمهورك لازم الفريق الاخر او فريق الترجي او اي فريق في افريقيا بيلعب النادي الاهلي، حتى صن داونز اللي هو يعني من اقوى فرق افريقيا واللي واخد السوبر الافريقي، لما بيجي لك في ملعبك في استاد الرعب لازم بينزل نص ملعبه وبينزل ثلث ملعب كمان لقوه النادي الاهلي. فهنا انت هيبقى عندك جيم دفاعي من الترجي، هتقدر حسين الشحات بيرستاو وسام او كهربا او اللي هيكون موجود، امام عاشور ليه دور مهم جدا سواء في التصويب او في الاختراق. يعني انا بقول لك اسلام ان شاء الله باذن الله حتى احنا هنشوفها مع بعض، هيبقى في دراسه قويه جدا في ملعب استاد القاهره ان شاء الله. كابتن وليد، ما قبل نزول قفشه كانت طريقه اللعب مختلفه، وما بعد نزول قفشه طريقه لعب اخرى؟ هي فكرة بس الاستحواذ، يعني قفشة واحد من أحسن اللعيبة في مصر بصراحة، بيعرف يعمل استحواذ. يعني أنا حتى في مباراة الأهلي مع زد، حتى أنا يعني بتكلم مع الكابتن مجدي عبد العاطي، أول ما نزل قفشة قلت له قفشة هيسيطر على الملعب. هيسيطر على الملعب. يعني وده اللي حصل. هو قفشة يعني طبعا دي إمكانيات وقدرات من عند ربنا، لكن هو واحد من أحسن اللعيبة اللي يقدر يسلمك الكرة ويستلم منك، يسلمك ويستلم منك، وشايف الملعب كويس والسنس بتاع الباص كويس. فده لما بيتعمل على كذا باص بتحس إن الملعب بيفتح. يعني مفيش ناس كتير ممكن تستوعب الكلام ده، لكن انت طبعا لعيب كوره وفاهم. انا ممكن بعد باص اتنين تلاقي الملعب فتح بشكل مختلف وبيدي ثقه. اعتقد هو نزوله ان انت تمسك الكوره وتقعد تباصي كتير، اعتقد ان ده برضو بيديك انت كفريق ثقه اكبر في وقت خلي بالك كان من الممكن جدا النادي الاهلي يحرز فيه هدف اللي هو اخر 10 دقائق ربع ساعه يعني. وبيفتح كمان ثغرات في اماكن ثانيه. صحيح. يعني لما بيجي ينقل هو ومحمد هاني مثلا واكرم توفيق باص اتنين ثلاثه، لما بيوديها الناحيه الثانيه عند حسين الشحات بتلاقي حسين الشحات واحد ضد واحد. مظبوط. فاوجد له مساحه يقدر يشتغل فيها. فمهم جدا اللعيب اللي بيعرف يسيطر على رتم المباراه. انت مع انهي مدرسه يا كابتن وليد؟ يعني انت مع مدرسه اصله خلي بالك، ما هو انت في مدرستين، المدرسه اللي احنا شفناها لغايه لما نزل قفشه دي مدرسه طبعا استحواذ وكل حاجه وتقدر واقف على رجلك وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت انت بتعتمد على اللعب الطولي والانطلاقات من الاجناب او من الاجنحه، صح؟ ده بالنسبه لما قفشه نزل، انت مع انهي مدرسه يا كابتن؟ لا انا المهم تقسيمه المباراه بالنسبه لي. أيوة. اهم من المدرسه. يعني انا بالعكس انا اشوف ان الفريق يبتدي زي ما ابتدى بالظبط. اوكي. بمروان عطيه وعلى يمينه اكرم توفيق وعلى شماله امام عاشور وحسين الشحات وبيرستاو وسام زي ما هم بالظبط. زي ما بدانا هناك يعني. برافو عليك، بس كمان ابقى مقسم المباراه. أنا بقى وجهة نظري إن التقسيمة تبقى بدري عن كده، يعني لما هقلب الجيم وانزل بقفشة ورضا سليم وممكن كهربا وأعمل المفاجأة تبقى في وقت أدي للعيبة فرصة إن هم يدخلوا في رتم المباراة، لأن صحيح. أنت عارف كمان يا كابتن إسلام طبعًا لعيب كبير وخبرة كبيرة،
عارف ان النهائيات مختلفه شويه عن المباريات العاديه. صحيح. يعني النهائيات هتدخل فيها ممكن مش اسرع حاجه. فاديني وقت، اديني وقت نص ساعه ادخل بس، علشان يعني اخد لي 5 دقائق 10 دقائق لغايه لما ادخل في رتم المباراه. يعني ال 10 دقائق الاولى تقصد ان مش هيبقى فيها يعني ما يعني نتوقعه كجمهور يعني. بالظبط، يعني ممكن انا اخد شويه، ده انا بتكلم على الناس البدلاء اللي هينزلوا. البدلاء يعني ما بينزلوا. البدلاء يعني البدلاء لما ينزل رضا سليم او كهربا او قفشه او وات ايفر، اي حد يعني، اي بديل. اي حد لما بينزل لازم انت كمدير فني تديله 5 دقائق 10 دقائق بس على ما يوصل لرتم السرعه والبدني والاحتكاكات العاليه اللي في المباراه. فدي نقطه بس مهمه لو النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله عملها، هتلاقي ان خد بالك اتفضل احنا عندنا ميزه كبيره جدا ممكن تكون موجوده في احسن فرق افريقيا، واقول لك على حاجه وفرق العالم كمان، كل فرق العالم بيعتمدوا على 11 اساسيين، هتلاقي الريال كده، برشلونه، المان سيتي، وهتلاقي في 2 3 بيلفوا حواليهم. صحيح. لكن في النادي الاهلي للامانه السكواد طبعا على مستوى افريقيا، يعني خلينا بنتكلم على مستوى افريقيا ومستوى الدوري المصري، النادي الاهلي عنده في المركز الواحد لعيب واثنين وثلاثه، الثلاثه على نفس المستوى. صحيح. يعني انت لو رحت ناحيه الشمال هتلاقي حسين الشحات، هتتلخبط هو ولا رضا سليم، الاثنين هايلين. طب هم واحمد عبد القادر، ولا احمد عبد القادر، الثلاثه هايلين. يعني هتروح الناحيه الثانيه هتلاقي بيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر. ففكره ان المراكز عند النادي الاهلي فعلا كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثه تقال. فدي نقطه تدي للمدير الفني ارتياحيه ان انا ما اتاخرش قوي في التغيير. يعني انا اللي هيطلع مثلا امام عاشور بس اللي هينزل قفشه، اللي هيطلع مثلا وسام بس اللي هينزل كهربا. انت واخد بالك؟ كلها اسماء كبيره جدا تستطيع ان هي تشيل الفرقه. كلها اسامي دوليه وكلها اسامي يعني عندها خبرات. في 2007 كابتن وليد انتهت المباراه الاولى، النادي الاهلي امام النجم، النادي الاهلي امام النجم الساحلي 0-0 في سوسه، ثم هزم النادي الاهلي في استاد القاهره 3-1. انا ليه بقول هذه الكلمات وليه بفكر الناس بهذه المباراه؟ علشان انا شايف، معرفش حضرتك شايف كده ولا لا، انا شايف هناك سنه من الثقه موجوده عند البعض. فهل الثقه دي، طبعا احنا عندنا ثقه في فريقنا وكل حاجه، ولكن انت بتلعب فريق كبير بحجم الترجي وباسم الترجي. تاخد وجهه نظري؟ طبعا اتفضل اتفضل. سيب الثقه دي شغاله. والله سيب الثقه دي مهمه. أوكي. لان مهمه، لان لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس جدا جدا انها مباراه نهائيه. أوكي. وان هي مش هيبقى فيها اي حتى سن الدلع، لكن الثقه دي، الثقه دي انا بقول لك هتاثر على لعيبه الترجي. التصريحات واضحه سواء للمدير الفني او للعيبه، هم مهزوزين نفسيا وعارفين ان النادي الاهلي بلغه الكوره كده راكبهم الدكتور. فسيب سنه الثقه دي تبقى موجوده وتزيد شويه، بحيث ان هو يجي استاد القاهره يرجع يرجع لورا ويدافع من تحت. يعني دي نقطه مهمه جدا انها توصل للعيبه، ان كل جمهور النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي واثق انهم هيكسبوا. فدي هتديك كعب عالي شويه ان شاء الله باذن الله نستغل الكلام ده. واحنا اول ما ربنا كرمنا باول هدف، الموضوع يعني الموضوع لو مشي استحواذ هنكسب كويس جدا، بس نجيب الهدف الاول ان شاء الله. يا كابتن وليد، اخيرا رسالتك بقى للجميع، للاعبين، لجهاز فني، لجمهور، قبل هذه المباراه لسه اسبوع ولكن الرسائل دايما بتصل. رسالتي للجمهور، ما هو مش عايز رساله، هو الجمهور هيعمل كل اللي عليه واكثر، فخلاص رسالته يعني تكاد تكون واصله. رسالتي للمدير الفني مهم جدا جدا جدا، حاله فوقانك وحاله تركيزك في المباراه. النهارده مبروك نادي الزمالك، لكن مستر جوزيه جوميز يعني حتى في التغييرات غير اول تغييرين اضطراريين، وغير التغييره الثالثه كان فاضل بالظبط 20 دقيقه مع 10 دقائق وقت بدل ضايع. اللعيبه لعبت نص ساعه، ممكن اي حد كان يحصل له حاجه كان الزمالك يلعب على 10. انا مستر كولر مهم جدا يبقى مركز قوي في تغييراته، في انه عنده 3 ورقات بخمس لعيبه يقسمهم ازاي. دي نقطه، حاله فوقان المدير الفني، وانت اشتغلت طبعا مع مانويل جوزيه، واشتغلت مع الكابتن الجوهري وكابتن حسن شحاته، ويعني في
النهائيات محتاجه ان المدير الفني يبقى هو كمان في نفس حاله فوقان اللعيبه. حقيقي ان شاء الله. رسالتي للعيبه ما حدش يمشي ورا الحماس الزائد. أيوة. يعني الحماس حاجه، وانك تدخل مندفع لا قدر الله في فار وفي اوراق وكروت، فخد بالك. اكرم توفيق ياخد باله كويس قوي، محمد هاني ياخد باله كويس قوي، اذا كان كريم فؤاد او كريم الدبيس مثلا هو اللي هيبتدي فياخدوا بالهم كويس قوي. مفيش التحامات عنيفه زياده. خلي القلق ده والتوتر ده يتصدر لهم هم. ففي فرق بين الحماس الجماهيري، ان الجماهير هتبقى متحمسه جدا وانا عايز ادي باقوى حاجه، لكن تاخد بالك وتاخد بالك ما بين الحماس الزائد وما بين ان انت تشتغل على الكوره. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن وليد على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني ومدير الكوره طبعا في نادي زد. عايز اقول برضو